السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي أنا أتعلم إنجليش مع مس هام رضوان. النهاردة إن شاء الله راح ناخد منهج كونكت 4 برايمري 4 فيرست ترم، منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول. أوكي راح ناخد مع بعض يونت 1 اللي هي I feel good. I feel good يعني أشعر أنني بخير. listen to راح نشرح مع بعض ونذاكر ندرس مع بعض إن شاء الله من كتاب الباهر. اللي حابب يتابع معانا راح ناخد درس بدرس، نحل التدريبات والواجب المنزلي وننزل عليه فلاش كاردز عشان تسهل عليكم الفهم والحفظ. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد. احنا الليسون اللي فات او الدرس اللي فات اخدنا واجب منزلي وهنجاوبه مع بعض. هنأكد على الواجب ده، اخدنا نمبر 3، اخدنا اكسرسايز نمبر 3، read and match. read and match اوكي الانسرز بتاعته عندكم. read and match اوكي. اخدنا اكسرسايز نمبر 5، اخدنا 3 and 4. الاكسرسايز نمبر 5 اخدنا فيه واجب منزلي نمبر 3 and 4 اوكي الانسرز بتاعتها. عندنا اخدنا نمبر 7 البيكشر نمبر 2. نمبر 7 اخدنا البيكشر نمبر 2 قلنا عليها واجب منزلي اللي هي فارمرز وتشيكن، وقلنا عايزين عليها سنتنس تكون صحيحه. اوكي يا اولاد ده اللي هو الواجب، تاكد من الاجابه بتاعته ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. هناخد مع بعض ليسن 2. قلنا يا اولاد احنا يونت 2 اللي اي فيل جود معنى اشعر انني بخير. هناخد listen to. listen to هنا طبعا من اهم الدروس عندنا في اليونت. ليه؟ بيتكلم عن الساينس. الساينس اللي هو ايه؟ العلوم. يعني الدرس ده متخصص في ايه؟ الساينس، او درس زي دروس العلوم بالظبط. هناخد ايه يا ولاد؟ vocabulary. the digestive system. the digestive system الجهاز الهضمي. هنتعرف على الجهاز الهضمي، الاعضاء او البارتس بتاعت الجهاز الهضمي، هنشوف ايه اسمائها والوظائف بدايتها في الجهاز. اوكي the digestive system. the digestive system طبعا الاول هتحس ان الدرس صعب شويه، لكن مع المذاكره كويس وتتابع معانا ان شاء الله هيبقى منهج بسيط على الاخر. هنا الجهاز الهضمي يا اولاد عندنا اول حاجه بيبدا من عندنا ماوث. ماوث 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 اللي هو ايه؟ الفم. ماوث اللي هو الفم. طبعا التي اتش هنا دي زي ايه؟ زي صوت الساء في العربي. ماوث ماوث. هنا البيكسر دي نيوترانتس. نيوترانتس اللي هي المواد الغذائيه او الاكل المهضوم عندنا في المعده. نيوترانتس نيوترانتس معناها عناصر غذائيه. نيوترانتس. سمول انتستين. سمول انتستين اللي هي الامعاء الدقيقه زي ما شايفين في البيكتشرز. سمول انتستين معناها امعاء دقيقه. لارج انتستين البيكتشر شايفين لارج انتستين الامعاء الغليظه. وهنتعرف على كل عضو من الاعضاء دي ايه بيعمل في الجهاز الهضمي. ستامك. ستامك دي اللي عامله زي البالونه دي يا ولاد، اسمها ستامك اللي هي المعده. اسفاجس. اسفاجس اللي هو المريء، اللي هو القناة اللي هو اللحمية دي اللي واصلة من الفم لغاية المعدة، بسميها ايه؟ المريء. تيث. تيث اللي هي الأسنان. تيث أسنان اوكي. the digestive system. the digestive system mouth. nutrients. small intestine. small intestine. large intestine. large intestine. stomach. stomach. esophagus. اسفاجس اوكي. and teeth. teeth. teeth اوكي. هنا هنتعرف على الليسون مع بعض خطوة بخطوة. لو حسيت ان الدرس طويل يا ولاد ممكن تقسم الدرس على كذا جزء، يعني تسمع لجزء وتذاكره كويس وبعد كده ترجع تسمع لباقي الدرس. what happens in our body when we eat food. what happens in our body when we eat food يعني ماذا يحدث في جسمنا عندما نتناول الطعام، يعني ايه اللي بيحصل في جسمنا لما ناكل يا اولاد. what happens
in our body when we eat food. اول حاجه بيحصل ايه يا ولاد؟ The esophagus طبعا ايه دي اللي هو المريء goes from mouth to the stomach. المريء ده عباره عن ايه؟ قناه او ممر من الفم حتى ايه المعده، عامل زي الطريق اللي بوصل لك مثلا من البيت لغايه المدرسه. اوكي ده هو ايه المريء. يبقى المريء دي عباره عن طريق او قناه بتكون من الفم من بين الفم حتى ايه المعده. The esophagus goes طبعا جايب لك شكل اللي هو المريء كده عباره عن قناه لحميه goes from the mouth to the stomach. Number two, when the food moves from the esophagus to the stomach and the gastric juice digest it. يعني ايه الكلام ده؟ when يعني عندما the food اللي هو ايه الاكل او الطعام اللي بتاكله سواء كان كيك بسكوت خبز فاكهه خضار moves from بيتحرك من the esophagus اللي هو المريء. احنا طبعا الاكل دخل الفم بتاعنا مضغناه كويس عملية المضغ كويس استخدمنا الاسنان القواطع الضروس طبعا احنا اخدنا القواطع الاسنان الاماميه للقطع الاسنان اللي هو الانياب دي بتبقى لتمزيق الطعام اخدنا الضروس دي لطحن اللي هو ايه الطعام اخدنا الجهاز الهضمي والتكوين بتاعه احنا يا اولاد اخدنا ان الشخص البالغ بيكون فيه 32 سنه ودرس في بتقسم الى القواطع والاسنان الاماميه اللي هو للتقطيع الانياب للتمزيق الضروس لعمليه اللي هو الطحن طبعا استخدم اللسان لتحليق الطعام والتذوق اوكي ده طبعا درس خدناه في الساينس او في العلوم هنا the food moves from esophagus to the stomach يعني الاكل بيتحرك من في المريء لغايه ما يوصل لغايه ايه الاستومك يعني ايه كانه بيعدي ممر او شارع كده طب هو معدي ايه بيحصل في المعدة على ما وصل المعدة the gastric juice اللي هو العصارة المعدية العصارة ايه المعدية ايه بتعمل digest it بتقوم بعملية ايه هضم الطعام يعني العصارة دي يا ولاد بتقوم بهضم الطعام وتحويله الى مواد غذائية food from moves from the stomach to the small intestine to complete the digest طب ايه بيحصل الطعام بيتحرك من المعدة خلاص المعدة عملت عملية هضم للطعام بنسبة كبيرة خالص بس بعد كده بيتحرك لـ small intestine الأمعاء الصغيرة أو الرفيعة الأمعاء الصغيرة أو الأمعاء إيه الرفيعة to complete the digestion to complete the digestion طبعا عملية إيه الهضم أوكي طبعا هنا حولنا الساينس خلاص على كده إحنا food moves from the stomach الأكل بيتحول من stomach to the small intestine إلى الأمعاء الرفيعة to complete the digestion digestion عملية الهضم الطعام عملية هضم الطعام يبقى الأكل هضم في المعدة بنسبة كبيرة بيتحول للأمعاء الرفيعة عشان يعمل يكمل يبقى to complete لتكملة أو إتمام عملية الهضم تمام أوكي حصل عملية الهضم إيه بيحصل بعد كده the large intestine اللي هو الامعاء الغليظه is around small intestine احنا شايفين طبعا يا اولاد الامعاء الغليظه بتحيط كلها بالامعاء الرفيعه ليه it takes water طب ايه المهمه بتاعه الامعاء اللي هو الغليظه it takes water and salt لان بتمتص الميه والاملاح from food for the body من الطعام عشان ايه تعمل بيها for the body عشان توزعها على ايه او تزود بيها الجسم وايه بتعمل تاني it removes waste طبعا بتزيل ايه الفضلات المتبقية دي وبتخرج عن طريق اللي هو المستقيم ثم فتحة اللي هو الشرج اوكي again number four the large intestine اللي هو الامعاء الغليظة is around the small intestine بتحيط بايه بالامعاء الرفيعة it takes water and salt تمتص المية والملح from food من ايه بتمتصه من الطعام for the body to remove waste تمام يبقى نتخيل كده ان الطعام ده هيعمل رحله اوكي يا اولاد اول حاجه هيعمل الرحله يدخل ايه هيدخل جوه الفم من الفم
هدوم طبعا الاسنان والضروس بيطحنوا وتمزيقوا، والمواد اللعابيه اللي بتعمل على تفتيت اللي هو الطعام والمواد الكربوهيدراتيه. بعد كده هياخد الطحن كويس، المفروض طبعا نطحن الاكل كويس، نمضغ الاكل كويس، الطحن كويس، الاكل واتمضغ كويس، هيمشي عاد في طريقه ايه على المريء. تمام، ماشي رايح المريء. بعد كده هيدخل على مكان واسع اللي هو المعدة. تمام، هتعمل ايه في المعدة؟ المعدة هتجيب الطعام، تعالى يا عم طعام، هعمل لك ايه، هضيف لك عصارة معدية عشان احركك واعرف اقلبك كويس واعمل عملية ايه الهضم. تمام، اوكي، حصل نسبة 80% مثلا من عملية الهضم الطعام فين؟ في المعدة اللي هي دي، بسميه كيس المعدة. بعد كده بيعدي على ايه الامعاء الرفيعة عشان يكمل ايه الهضم، وعملية الهضم تكمل خالص خالص، يتحول الى مواد غذائية استفيد منها الجسم. بعد كده خلاص الاكل جهز وتهضم، تحول لمواد غذائية 100%، بيعدي ايه طبعا الامعاء الرفيعة دي بتحيطها حاجة اكبر منها اللي هي مين؟ الامعاء الغليظة. الامعاء الغليظة انت بتعمل ايه امعاء غليظة هنا؟ قالت انا عندي وظيفتين، ايه هما؟ انا باخد الملح والمية من الاكل ووزعه على الجسم، وايه تاني؟ وبعمل ازالة ايه الفضلات المتبقية في الجسم. دي طبعا يا ولاد رحلة الطعام، رحلة مين؟ الطعام. Look and read. When we eat. When we eat طبعا عندما نأكل، جايبها لهنا، جايبها كقطعة كاملة. We use our digestive system to digest what we eat. طبعا بنستخدم عملية او الجهاز الهضمي عشان نهضم الحاجة اللي بناكلها. طب ايه بنعمل؟ We put food in our mouth. بنضع الاكل في الفم بتاعنا. We chew. Chew يعني يمضغ. Chew بمعنى ايه؟ يمضغ. يمضغ الطعام. With food. With our teeth. بايه؟ بالاسنان. واحنا قلنا الاسنان الانسان البالغ في كام يا اولاد؟ في 32 سنة. كام؟ 32 سنة. قواطع، انياب اللي هي الانياب والقواطع، والضروس اللي هي للطحن. تمام. Then the food goes down. الطعام goes down يعني بينزل او بيمر. The esophagus بيعدي على المريء، يبقى هنا الاكل في الفم نزل لغايه ما نزل ايه المريء. اوكي. It arrives in the stomach لغايه ما يوصل ليه للكيس المعده ده اللي احنا شايفينه stomach. تمام، ايه بيحصل في الستوميك؟ In the stomach the food mixes. الاكل ده بيتخلط with a gastric juice. gastric juice يعني عصارة معدية، عصارة معدية. اوكي. The gastric juice change the food into a simpler form to get energy. بتحول الطعام الى مواد غذائية سهلة ايه الهضم عشان نحصل على ايه energy. energy اللي هي الطاقة. قلنا الامعاء الرفيعة بتتخلص الهضم خالص خالص، بعد كده بتاخد الامعاء الغليظة توزع المواد الملح المية على الجسم، والباقي بيخرج على هيئة فضلات. And nutrients والمواد الغذائية دي مالها يا ولاد؟ We need the energy and nutrients in our body. الجسم طبعا بيحتاج للإنرجي والنيوترانتس أو المواد الغذائية في الجسد. أوكي؟ هنا number one put the sentence in the correct orders. يعني رتب الجملة بطريقة صحيحة. أول حاجة قلنا يا ولاد We put food in our mouth. We chew food with our teeth. Number one. Number two. احنا حطينا الاكل في الفم. عملنا مضغناه بايه؟ بالاسنان. Number two. The food goes down the esophagus, then the stomach. الاكل بينزل ايه يا ولاد؟ الى من الفم الى ايه؟ esophagus اللي هو المريء. بعد كده بيروح ايه؟ stomach. Number two. Number three, in the stomach. Number three, in the stomach. يبقى احنا قلنا number two, the food goes down the esophagus, then the stomach. In the stomach, the food mix with gastric juice. بيحصل ايه؟ الطعام ده بيتمزج بجستريك جوس او العصارة المعدية. Number three. Number four, the gastric juice, العصارة المعدية, change the food into energy. بتحول الطعام ده لإيه؟ energy and nutrients لطاقة، وإيه تاني يا ولاد؟ وعناصر غذائية. number four.
نمبر 5، طالما حولوا الطعام الى مواد غذائيه وطاقه، ايه بنعمل احنا؟ وي نيد ذا انرجي، ذا انرجي اند نيوترانتس ان اور بودي. بنحتاج الانرجي والنيوترانتس فين؟ الاور بودي. نمبر 5. اوكي احنا يا ولاد ان شاء الله الدرس الثاني ده هنقسمه لجزئين، هناخد الجهاز الهضمي لوحده وهناخد الجهاز التنفس لوحده عشان ما يبقاش صعب عليكم، بس هنا هناخد مع بعض در واجب نحله الحصه الجايه ان شاء الله او الدرس الجاي في تكمله الدرس الثاني. هناخد الواجب او الهوم ورك اللي هو نمبر 7 عندنا في الدرس الثاني، في الاسئله بتاعه الدرس الثاني هناخد نمبر 7 تحلوه يا ريت ان شاء الله، هتلاقوا الاجابه بتاعته في الدرس الجاي ان شاء الله. Look and complete with stomach, mouth, esophagus, small intestine, large intestine. طبعا هنا بقول لك اكمل الشكل الاتي بالبيانات الموجوده عندنا، اللي هي stomach هنشوف فين مكان الاستومك هنحله، a mouth فين مكان الماوث، esophagus مكان الاسفاجس، small intestine and large intestine. اوكي وبكده يا اولاد يكون خلصنا الجزء الاول من الدرس الثاني اللي هو الجهاز الهضمي ذا دايجستيف سيستم. الحصه الدرس الجاي ان شاء الله هنكمل الدرس الثاني وناخد الجهاز التنفسي. اوكي لو في استفسار محتاجينه اكتبوه على صفحه القناه على الفيسبوك او تحت الفيديو في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم، ويا ريت كل اللي يكتب الواجب ينزل لي صوره اللي هو الواجب واسمه عليه وانا هنزله على صفحه القناه ان شاء الله. ثانك يو اند جود باي مس هام رضوان.